رئيس صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء وذلك بقصر القضيبية صباح اليوم. وقد أدلى سعادة الدكتور ياسر بن عيسى الناصر الأمين العام لمجلس الوزراء عقب الجلسة بالتصريح التالي: اطلع صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء المجلس في مستهل الجلسة على فحوى الرسالة التي تلقاها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة أهل البلاد المفدى من أخيه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة والتي تتعلق بمجمل التطورات الراهنة خليجيا وعربيا ودوليا والقضايا موضوع الاهتمام المشترك. كما أحاط صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء المجلس بمضمون الرسالة التي تلقاها جلالة العاهل المفدى من أخي فخامة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة والتي تتعلق بالعلاقات الثنائية وسبل توطيدها وتوسيعها في مختلف المجالات والمستجدات الراهنة في المنطقة العربية وتحديات. وبمناسبة اليوم العالمي للشباب أشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بدور الشباب البحريني ومنجزاته في مسيرة العمل الوطني وبإسهاماته في تنمية وتطوير مجتمع مؤكدا سموه حرص الحكومة واستمرارها في تطوير البيئة الشبابية والعمل على تمكين الشباب وتقديم الفرص أمامهم لاستثمار طاقاتهم وتسخيرها من أجل تحقيق المزيد من الإنجازات والمكتسبات التي تدعم حاضرهم ومستقبلهم. بعد ذلك وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بإعداد دراسة تحليلية متعمقة عن واقع الأمراض المزمنة ومن أهمها مرض السرطان وأمراض الكلى تتضمن مؤشرات الإصابة بهذه الأمراض والمسببات والعوامل المرتبطة بذلك والتوصيات اللازمة لخفض نسب الإصابة بها والإجراءات الوقائية الأولية والثانوية الضرورية للحد منها. وكلف سمو وزارة الصحة بالتنسيق مع المجلس الأعلى للصحة والمراكز البحثية المتخصصة بشأن هذه الدراسة فيما قدمت سعادة وزيرة الصحة عرضا تضمن المعلومات المتعلقة بهذه الأمراض والإجراءات الحالية التي تتخذها وزارة الصحة حيالها. بعدها أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على أهمية استمرارية متابعة احتياجات المواطن الخدمية وتلبية متطلباته وتحقيقها من قبل الوزارات والهيئات الحكومية، موجها سمو الوزراء إلى مواصلة الزيارات الميدانية وتكثيفها لمختلف المناطق والمشاريع وبالذات المتأخرة منها ومتابعتها أولا بأول، فهدف الحكومة هو خدمة المواطن وتقديم الأفضل والأجود له من الخدمات. ثم أعرب مجلس الوزراء عن بالغ تعازيه ومواساته إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة قيادة وحكومة وشعبا باستشهاد 4 جنود من القوات المسلحة إثر سقوط مروحيتهم العسكرية لخلل فني أثناء تأديتهم لمهمتهم الاعتيادية في محافظة شبوة في اليمن، سائلا المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنهم فسيح جناته وأن يلهم أسرهم وذويهم جميل الصبر وحسن العزام. كذلك أعرب مجلس الوزراء عن خالص تعازيه وصادق مواساته إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة رئيسا وحكومة وشعبا بضحايا الحادث الأليم جراء اصطدام قطارين في محافظة الإسكندرية والذي أسفر عن سقوط عشرات الضحايا والمصابين، متضرعين إلى المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل. بعد ذلك نظر المجلس في الموضوعات والمذكرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها من القرارات التالية: أولا، بحث مجلس الوزراء الاشتراطات التنظيمية لإضافات البناء على الوحدات السكنية في المشاريع الإسكانية بأنواعها المختلفة والمسموح للمنتفع بالوحدة السكنية القيام بها بما يفضي إلى الحفاظ على الشكل المعماري الأصلي للوحدة السكنية وألوانها ويتيح للمستفيد التوسع في هذه الوحدة وفق ضوابط وشروط مقبولة، وتحدد هذه الاشتراطات التنظيمية نسب البناء والارتدادات الأمامية والجانبية والخلفية والارتفاعات والواجهات في الأجزاء المضافة على الهيكل الأصلي للوحدة السكنية. وقد وافق المجلس على مشروع قرار بهذا الخصوص أوصت به اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية في المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من معالي نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة المذكورة بعد مراجعته من النواحي القانونية في اللجنة الوزارية للشؤون القانونية. ثانيا، كلف مجلس الوزراء اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية
لتنفيذ احتياجات سترة والنبي صالح والإدراز وأم الحصم من الخدمات التي تقدمها الحكومة ممثلة في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وذلك في ضوء ما رفعه وزير العمل والتنمية الاجتماعية بشأن احتياجات هذه المناطق على إثر الزيارة التي قام بها إليها تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء. ثالثا، وافق مجلس الوزراء على استضافة مملكة البحرين لورشة عمل إقليمية حول سياسات تطوير التعليم يتم تنظيمها بالتعاون والتنسيق بين المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة الإلسيسكو مع المنظمة العربية للتربية والعلوم والثقافة الإلسكو، وذلك في ضوء المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من سعادة وزير التربية والتعليم. رابعا، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون معد في ضوء اقتراح بقانون مقدم من مجلس الشورى يعدل قانون نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية، ووفق هذا التعديل تغلظ العقوبة المقررة للجرائم الانتخابية التي تؤثر على نزاهة العملية الانتخابية للمجالس البلدية والمشار إليها في المادة 30، وذلك بزيادتها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تتجاوز 2000 دينار بدلا من الحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر وبغرامة لا تزيد عن 200 دينار. خامسا، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون معد في ضوء اقتراح بقانون مقدم من مجلس النواب يعدل قانون الجمعيات التعاونية ويجيز التعديل استخدام البريد ووسائل التواصل الإلكتروني في دعوة الأعضاء إلى حضور اجتماع الجمعية العمومية بدلا من الخطابات المسجلة بعلم الوصول كما هو معمول به حاليا. سادسا، وافق مجلس الوزراء على اقتراحين برغبة، الأول بشأن تفعيل المادة 11 من قانون الخدمة المدنية والثاني بشأن أنظمة الإشارات الضوئية المرورية.